بين المغرب والجمهورية التونسية علاقة صداقة متميزة امتدت عبر التاريخ لتشمل العديد من القطاعات، علاقة تعكس تقارب وجهات نظر البلدين في العديد من القضايا الإقليمية والجهوية والدولية. تناقشنا حول العلاقة الثنائية وسبل تطويرها على المستوى السياسي من خلال تبادل وجهات النظر والتعاون في المنظمات الدولية وفي المنظمات الإقليمية، وأيضا على مستوى الاتحاد المغاربي لإحياء هذا الاتحاد المغاربي وإعطاء فعالية أكبر. ولكن أيضا تناقشنا العلاقات على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى البشري، وكيف يمكن أن نزيد من وتيرة التعاون. لقاء وزير الخارجية والتعاون بنظيره التونسي تميز بالرسالة الخطية التي بعثها رئيس الجمهورية التونسية إلى جلالة الملك. كانت هذه فرصة أخرى للقدوم إلى المغرب والتعبير عن طريق الرسائل الخطية التي حملتها معي من طرف سيادة رئيس الجمهورية التونسية إلى جلالة الملك، وهي تتضمن رغبة تونس لتدعيم العلاقات بين الدولتين الشقيقتين والبحث في سبل أخرى لتدعيم هذه العلاقات. تفعيل آلية اتحاد المغرب العربي وتنسيق المواقف داخل الجامعة العربية وفي أروقة الأمم المتحدة مواضيع أكد الجانبان على ضرورة توحيد الرؤى لتطوير التعاون الثنائي خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين.